تفضل يا استاذ احمد. الو، اهلا وسهلا، ازيك يا حاج احمد؟ اتفضل. اهلا بيك. انا ليا سؤال بس هو خارج موضوع الحلقه يعني. اتفضل. لو الانسان صحي بعد الشروق فبيصلي الفجر قضى، وايه الفرق ما بين الفجر، صلاه الفجر وصلاه الصبح؟ طيب اجاوب على حضرتك يا حاج احمد حالا. متشكر قوي. بص يا حاج احمد، احنا عندنا يعني في فكره كده خطا بنرتكبها، ان لما نقول صلاه الصبح او صلاه الفجر دول في فرق بينهم. القران بيعبر عن صلاه الفجر بالفجر، والسنه بتعبر عن صلاه الفجر برضو بالصبح، من فاته ركعه من الصبح. فالتعبيرين موجودين، لكن احنا بنتكلم عنه سنة الفجر اللي هو ركعتي الفجر. ركعتي الفجر دول يعني المقصود بهم السنة، فمحدش يقول ان الفجر ده اسم لركعتي السنة والصبح اسم لصلاة الفجر اللي هي فرض. الاثنين، الفجر والصبح اسم لصلاة واحدة هي صلاة الفرض اللي هو ركعتين، اللي ان المذاهب زي مذهب السادة الشافعية يقنطوا في الركعة الثانية. يبقى صلاة الفجر دي وصلاة الصبح دي حاجة واحدة. طب وصلاة السنة؟ صلاة السنة دي اسمها ركعتي الفجر، يعني سنة الفجر اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هي سنة مؤكدة، رسول الله ما تركها في سفر أو في حل ولا ارتحال. السؤال الأولاني بقى، إن صلاة الفجر اللي هي صلاة الفرض تقضى؟ نعم تقضى، ولو إن إنسان استيقظ بعد الشروق، فصلاة الفجر كمان تقضى إن شاء الله، وإن شاء الله تقضى، وإن شاء الله سبحانه وتعالى يكون معفوا عنها إذا كان الإنسان غير مقصر إن شاء الله.